السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الوطن ينتصر. هذا البرنامج الجديد والمتجدد بآرائكم واقتراحاتكم ومتابعاتكم، ودائما نقول مشاهد الكرام بالله ثم بكم ينتصر الوطن. هذا الوطن العزيز الغالي ينتصر بالرجال الأوفياء الأبطال المرابطين في صعدة، الذين دشنوا مرحلة الثانية من قطع رأس الأفعى في مسقط رأس المتمرد عبد الملك الحوثي. ينتصر الوطن بالرجال المرابطين في غانية بين مأرب والبيضة، في الملاجم، في آل حميقان، في كرش، في الصبيحة، في ثرة، في نهم، في الساحل الغربي، في حجة وميدي، في كل المناطق ينتصر الوطن بهؤلاء الأبطال حاملين البنادق. ينتصر الوطن بالرجال الأوفياء الذين يأخذون زمام عملية التنمية في الطرقات، في الإنشاءات، في الاقتصاد، في الكهرباء، في كل النواحي والمجالات التي تهم حياة المواطن. ينتصر الوطن برجال الأمن البواسل الذين يرابطون من أجل أن ينعم المواطن بالأمن والاستقرار في كل مناطق اليمن. المستجدات كثيرة مشاهدي الكرام خلال هذا الأسبوع، ويعني الساحة مليئة بالأحداث سواء على الصعيد الداخلي والخارجي، ولكن في هناك مجموعة من الأحداث نود أن نتحدث عنها. أبرز الأحداث التي سوف نتحدث عنها هو إلغاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مع مسؤولي الضرائب في الجمهورية وفي عدن، وموضوع إيرادات الدولة وكيف نجمعها في وعاء واحد، وبدل من تعدد الجهات وكل واحد يعني يحاول أنه يمثل الدولة أو يمثل جهة سواء كانت الدولة خارج الدولة، بأن يقوم بعملية إيراد الضرائب والتي هي عمود مهم في الاقتصاد الوطني بالنسبة للدولة. الموضوع الثاني الذي سوف نتحدث عنه هو الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني في محافظة صعدة، التقدم الرائع الذي حصل خلال الأسبوع هذا المنصرم، تقدم كبير قامت فيه المقاومة والجيش الوطني، وتحية يعني عرفان واقتدار وشرف لهؤلاء الأبطال المرابطين في صعدة. انتصارات كبيرة في كل المناطق، عرقنا في الحلقات الماضية على كثير منها، لكن في صعدة كان انتصار محوري ومهم. المحور الثالث والأخير هو النشاط الكبير الذي يقوم فيه حقيقة معالي وزير الأشغال الدكتور معين عبد الملك، من خلال ما نلاحظه ونتابعه من الأخبار وهو موجود على أرض الواقع، من افتتاح المشاريع متابعة في ميناء المعلة، في المطار، في الطرق، في الإنشاءات، أبين في كل المناطق. هذا وزير متحرك ونشط، ورغم كل الظروف إلا أن وزارة الأشغال العامة والطرقات موجودة على أرض الواقع وتمارس عملها، والوزراء كثيرين يعني الذين لهم دور إيجابي، وهذا الوزير وهذه الوزارة من ضمن هؤلاء المنجزون والناجحون. هذه هي أبرز ثلاثة محاور الذي سوف نتحدث عنها، وقبل البداية نذهب نحن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدي الكرام. الفقرة الأولى التي سوف نتحدث عنها هو اللقاء الذي جمع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري برئيس مصلحة الضرائب عوض حمران، وعبد الحكيم معاون مدير مكتب الضرائب بعدن، ورئيس النقابة العمالية عثمان كاكو، ونقابة مكتب الضرائب بعدن محمود الحرسي، طبعا من أجل وضع الحلول والمعالجات لمشان حل مشكلات الضرائب والموظفين وكثير من الأمور. الحقيقة أنه الدولة لها مقومات للاقتصاد ولها إيرادات، ومن ضمن الإيرادات التي تختص الدولة كسلطة شرعية من جمعها هي الضرائب. طبعا هذا هو جهاز حكومي ويحتاج طبعا إلى بعض الترتيبات والتنظيمات مثله مثل كل القطاعات الأخرى التي تعرضت لعملية تخريب وعملية انهيار ربما محدود، لكن ما زالت موجودة عملية الضرائب وقطاع الضرائب. لكن الأمر اللي يجب أن ننتبه له أنه الدولة
يجب أن يتم جمع هذه الإيرادات في وعاء واحد هو وعاء الدولة. لا يجوز إطلاقا مهما كان قوة أي شخص معين أو جهة أخرى، أنه مثلا ضرائب القات، الضرائب التي تأتي من القات مثلا الداخل إلى عدن، من يأخذ الإيرادات؟ هل تذهب هذه الإيرادات إلى الدولة اللي في نقطة العند ولا اللي في أي نقطة من النقاط الأخرى؟ الضرائب اللي في الميناء، الضرائب اللي في الأسواق، الضرائب اللي في كل مناحي الحياة الاقتصادية، هذه إيرادات مالية هائلة. ومن أجل أن تستقيم الدولة وتكون دولة مستقلة ذات قرار وكلها خطط، لابد أن تصل هذه الإيرادات إلى خزينة الدولة. ما لا يجوز لأي شخص أن ينصب نفسه بدلا عن الدولة، هذا على الإطلاق، لأنه مهما كان شخص كبير مناضل ثائر قائد، لما يروح مثلا يقص للناس سندات ويقروش منهم الفلوس على أساس أنه خلاص قد أنا ناضلت ولا اشتغلت ولا قدمت، طيب ما أنت ناضلت مشان تبني دولة ولا مشان تعمر جيبك؟ يعني نفس الموضوع على بسط الأراضي، على كل المشاكل اللي حصلة. أي واحد قدم شيء بقناعته من أجل الوطن، مش من أجل أن يسيطر على قوة الناس. نحن لابد أن نؤمن بأنه يجب أن ننتقل إلى مرحلة الدولة، وموضوع الطاعة للقرارات وللمصلحة العامة، هنا بتشعر أنك مواطن في دولة. لكن موضوع له يعني السلطة الفردية، هذا نظام حكم كان بالقرن 15 في أوروبا، يعني الفرد يفعل ما يريد، ما نستطيع أن نسوي دولة. المواطن أو التاجر أو صاحب السلعة طبعا يدفع الضريبة، لا هنا كويس، لكن من يأخذ الضريبة هذه وفين تروح ومن يحاسب؟ هذا موضوع ثاني. تداخل الجهات، الجهة الفلانية بتأخذ ضريبة في منطقة الجهة هذه، يعني تلاقي جهة تتدخل في مجال جهة ثانية، سواء جغرافيا أو سواء من ناحية قانونية. الضرائب في لها مكاتب في كل المحافظات، في عدن، في لاحق، في تعز، في كل مناطق اليمن ضرائب لها مكاتب خاصة في ضرائب. ما يجي قائد معسكر ولا قائد لواء ولا بالمحافظة ولا كذا ويجي يقول لك أنا بشيل ضرائب من الناس، لأنه قد في جهة مختصة بهذه الضرائب توردها وتأخذها وتوديها للبنك. هذا إذا نحن نشتي من الدولة مشاريع ونشتي منها طرقات ونشتي تعليم ونشتي الكهرباء تشتغل، لازم إيرادات الدولة تأخذها. إيرادة الدولة طبعا مش المواطن البسيط، احنا بنتحدث عن التاجر، والإيرادات هذه مش بسيطة، إيرادات كبيرة وهائلة، ملايين في اليوم الواحد، سواء في الموانئ، سواء في المطارات، سواء في الأسواق القاتس، أسواق الخضار، المواد الغذائية، التجارة، كثير من النواحي. فلا داعي لعملية التنفذ، أن كل واحد يسيطر أو يبسط، لأنه نحن لو نحن منتظمين ملتزمين للهدف اللي خرجنا من أجله بأن نحن نريد أن نبني دولة في بلادنا، من 2015 إلى اليوم 2018 كان نحن قطعنا شوط كبير بتنظيم هذه الآليات وهذه المؤسسات وهذه الهياكل وهذه الأعمال، وما كان وضعنا بهذه الطريقة. فلنتراجع قليل، يعني ما فيش عيب الواحد لو شاف نفسه يعني مالت إلى المال مثلا، كل إنسان يميل للزلط، لكن خلاص قمع وارفع كما يقولوا، مش يعني تقعد طول دكتاتور على الناس طول. الحين كيف جت مرحلة الدولة، خلاص يكفي، لا تعترض أنت الدولة، والدولة مطلوبة أنها تعزز مكانتها مهما كان. الدولة يجب أن تفرض هيبتها وأن تفرض مكانتها مهما كانت الصعوبات. لا يمكن على الدولة أن تتراخى مع أي شخص يأخذ ملايين من إيرادات الشعب، من إيرادات الدولة. عندما يستمر فلان معين أو جهة معين على نهب ملايين من الإيرادات سنة سنتين ثلاث سنين، بعدين يتقوي، ما تقدر أنت يعني ما تسوي حرب أنت وياه. فلا بد يعني وعد الأمور هذه من البداية، ويكون يعني للدولة كلمتها، ترتب يعني مصلحة الضرائب، ترتب الشؤون في الضرائب، آلياتهم، سياراتهم، معداتهم، مكاتبهم، أيوة. وعلى هذا الأساس نستطيع أن احنا نخلي مصلحة الضرائب مؤسسة يعني ذات إيرادات قوية من خلال تأهيلها وتجهيزها. للحديث حول هذا الموضوع يكون معنا من محافظة لاحق مدير مكتب الضرائب الأستاذ أنيس درويش. مرحبا بك أستاذ أنيس، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك أستاذ أنيس درويش، أنت معنا على الهواء مباشرة في قناة عدن الفضائية، برنامج الوطن ينتصر. وحقيقة الحرب خربت كل شيء يعني، وما زلنا نؤمل على الضمائر
أنها يعني ما زالت سليمة بإذن الله. وبالتالي سؤالي الأول، كيف هي أوضاع مؤسسة الضرائب بشكل عام؟ هل لحقها دمار؟ هل لحقها خراب؟ وهل تؤدي دورها بشكل طبيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أولا تقدم جزيل الشكر والتقدير لقناة عدن، لكلوب مصر هموم المواطن، وفي نفس الوقت يعني بحثها دعوب لإيصال الصوت لجهات ذات العلاقة. شكرا لك. بالنسبة للسؤال، يعني محافظة لحد هي أكثر المحافظات اللي تعرضت للنهب والتدمير خلال فترة الحرب. رايح جاي يعني، وهم داخلين عدن دمرت، وهم خارجين من عدن تدمرت كليا. نعم. بالنسبة للإيرادات، لا أنا قبل الإيرادات، عذرا، قبل ما نتكلم على الإيرادات وعملية التجميع المالي، موضوع المؤسسة، سياراتها، كوادرها، مكاتبها، هيكلتها، نهبت، خربت، ترممت، ايش وضع المنشأة بشكل عام؟ انا اقصد اذا جينا من ناحيه بنيه المكتب، بنيه المكتب تدمرت تدمير كلي كامل، نهب كافه الاجهزه وكافه الات التصوير وخلافها، البيانات والمعلومات برضو انتهت. يعني لا يوجد اي شيء انك تقدر تقيم عليه عمل خلال فتره الحرب وما بعد الحرب، يعني الى يومنا هذا ونحن نعاني من عمليه تاسيس المكتب وصيانه المكتب. تمام. بدا الان المكتب في عمليه تاسيس المكتب حاجات بسيطة جدا جدا من قبل قيادة السلطة المحلية يعني. طيب. ورئاسة المصارف الضرائب. اوكي. لكن بحاجة بسيطة جدا جدا، لا داعي لا تتفق. طيب. في يعني او وفقا لهذه الصورة اللي انت رسمتها وهذا الحال الواقع الذي انت تحدثت عنه، هل تؤدي مصلحة الضرائب عملها؟ هل تقومون يعني بجمع الإيرادات؟ هل تقومون بحركة تتوفر لديكم الآليات؟ كيف عن المديريات والإيرادات من المديريات؟ هل تصلكم الإيرادات؟ كيف الآلية التي من خلالها تشتغلون في ظل هذه الظروف الصعبة؟ لا أكذب عليك أخي، خلال عملنا في مكتب الضرائب تحسن مستوى التحصيل بشكل افضل ما كان عليه في الاول، ولكن بالامكانيات اقل. يعني عدم وجود مكتب ضرائب نمارس فيه عملنا غير عباره عن 3 أو 4 غرف الان تم تجهيزها، والان المكتب يترمم، الان على وشك الانتهاء من الترميم. تمام، معناته في شغل كويس. في دوام وفي التزام وفي عمل وفي متابعة وفي طيب. بالنسبة لقيادة المصلحة تعملها بقدر هي المصلحة نفسها تحتاج إلى دعم، كمان نفس المصلحة تحتاج إلى دعم. نعم. يعني المصلحة المكان اللي هي جالسة فيه عبارة عن إيجار، عبارة عن حوالي 6 غرف. اللي في لحق ولا في عدن؟ لا اللي هي رئاسة المصلحة، يعني برضو رأس المصلحة إمكانياتها ضعيفة جدا. نعم أوكي. طيب موضوع الإيرادات، يعني مثلا أنتم ما هي الإيرادات اللي هي يومية؟ مثلا ما هي الأمور اللي أنتم بتقومون مثلا بتحصيل منها ضرائب بشكل يومي؟ ما هي أهم الإيرادات يعني اللي عندكم؟ طبعا إحنا معنا إيرادات اللي هي إيرادات الأرباح، إيرادات ضريبة الأرباح اللي هي عبارة عن المحلات والشركات والأفراد، وضريبة القات اللي هي هذه تعتبر يومية، ولكن بإمكانيات المكتب الضعيفة برضه. معك يعني ضريبة القات طبعا تحسن مستوى تحصيلها بشكل لا يتخيل عقلك، يعني فترة كانت توصل الضريبة في لحد إلى 200,000 180,000 خلال السنوات السابقة، بداية من 2016 و17 و18 في تزايد،
ضريبة الغرار. طيب أنا أوقف معي عند هذه النقطة، لأنه أنا في معلومة يعني في داخلي وأريد أتأكد منها. ضرائب القات يعني النقاط، يعني هو في أي منطقة يتم الضريبة على القات؟ في أي نقطة؟ في نقطة دكام العند. طيب في نقطة دكام العند، هل هذه النقطة تورد الإيرادات إلى خزينة الدولة؟ نعم نعم. ولا توجد أي جهة أخرى مثلا من السلطة المحلية، من خارج السلطة المحلية، من المكونات الأخرى تسبب في مشكلة بموضوع الإيرادات؟ شوف أنا بقول لك على حاجة بأمانة، وأتحمل مسؤوليتها. تظل قيادة سواء الدكتور ناصر أو سواء في قيادة اللواء أحمد تركي. أحمد تركي صراحة بأمانة هذول الناس ساعدونا كثير في عملية إن إحنا نتحصل الضريبة بطريقة أفضل مما كانت عليه في الأول. وصلنا إلى لحد إلى 400-450 إلى 500 في اليوم في اليوم الواحد من الغات. في اليوم الواحد. جميل جدا. تشتغلون وتطور طبعا. مش في كل الفترات اللي تكون 400، طبعا في فترة الشتاء تقل الضريبة، وفي فترة الصيف هذه تزيد الضريبة، هذه ضريبة القات. احنا تجاوزنا يعني في عام 2000 كإيرادات ضرائب عامة اللي تشمل المرتبات والأجور الأرباح ضريبة القات. ضريبة السلطة المحلية، ضريبة السلطة المحلية عبارة عن ريع العقار، ضريبة كسب عمل على المهن، ضريبة القات. هذه ضرائب تتورد إلى حسابات السلطة المحلية في المحافظة عبر البنك المركزي لحد. تمام. لا يتدخلوا فيها سواء المحافظ أو غيره أو أي حد. لكن في حاجات عادي هم يساعدونا فيها عشان نوصل إلى حاجة الأطول. طيب إيش الحاجات اللي تشتيهم يساعدونك؟ أولاً تأكيد المكتب. وعدنا الأخ رئيس المصلحة. أيوة. في حاجات كثيرة صراحة نحن محتاجين لها في مكتب ضرائب لحد. من حيث اولا من حيث تثبيت الموظفين المتعاقدين، توظيفهم رسمي. هم في معانا 60 متعاقد. اجتمعنا مره مع معالي رئيس الوزراء الدكتور احمد عبد الزغر، وكلمت على هذا الكلام في اجتماع كان موجود في محافظه لحد. مشكورا. لأن يتم توظيف موافق رئيس الوزراء، وافق إلى يومنا هذا ما فيش أي كلام، بالرغم أن معاهم فتوى من الخدمة المدنية وتعزيز مالي، لكن توظيفهم رسمي لحد الآن ما فيش. رئيس الوزراء وجه بتوظيفهم. نعم نعم وجه. هو دائما هكذا رئيس الوزراء يقطع في الأمر، ولكن بتكون التعقيدات وتابع. والله شوف الأخ المحافظ تابع تابع. نعم. طيب وضحت الصورة. هذه حاجة نعانيها. وضحت الصورة. نعاني برضو من أنهم يستعجلوننا في عملية الأثاث والأجهزة الكمبيوتر التصوير كلها. والله شراء هذه شراء شخصي من كل الموظفين المتعاونين. هذا جبنا شوية وهذا جبنا، كل ما جابوا لنا حاجة ركبناها في المكتب ونشتغل بها. لا بتنهض ان شاء الله، لحق ان شاء الله انها بتنهض. يعني كانت البدايه في عهد المحافظ السابق، والان عندكم المحافظ احمد تركي وطاقم العمل في المحافظه وانتم موجودين. انا اريد اسالك على الايرادات من المديريات، كل المديريات العشر تقريبا، او كم عندكم في لحق 13 او 14 مديريه، كل المديريات تورد المبالغ بشكل سلس؟ انا شفت مديريه الحد، انا شفتها كانت المديريه السباقه في. نعم. والمتفوقه. نعم. كرمها الاخ المحافظ، كرم مدير عام المديرية، وكرم في الناحية المالية، كرم كافة مديرية الحد، كرمهم الأخ المحافظ يستحقون. طيب وصراحة بقية المديريات الأخرى شد حيلها وبتحسن مستقبلا، بتحسن وبيظل متابعة الأخ المحافظ. طيب أستاذ أنيس درويش مدير. نعم باقي شيء تريد أن توضحه أستاذ أنيس؟ أشتي في حاجة مثلا، إن إحنا نشتي نعرف إن الضرائب هذه هي تجي بعد النص في إيرادات الدولة.
يعني تعتبر الايرادات الضرائب هذه اللي تتحصل في عدن او في لحج او في اي محافظه بنسبه 40% الى 50% فقط. الظروف كثيره يعني ظروف كثيره الان عن حصر، نشتي حصر جديد، نشتي مثلا اثاث، نشتي مثلا عمليه العلاوات والتسويات حق الموظفين، يعني برضو موظفين ضرائب مكتب ايرادي رواتبهم ضعيفه جدا جدا جدا. اوكي، وضحت الفكره. استاذ انيس درويش مدير مكتب الضرائب بمحافظه لحج، شكرا جزيلا لك. طيب عفوا، كان الحديث يعني رائع جدا مع الاخ انيس درويش المدير مكتب الضرائب بمحافظه لحج. الجزئيه الاخيره اللي تحدث عنها جزئيه مهمه، انه نحو 50 او 60% من ايرادات الضرائب لا يتم تحصيلها، وهذا لابد من العمل على تحصيل هذه الضرائب، وان تكون هناك في آلية جديدة. 60 موظف وجه دولة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر بتوظيفهم، لهم الان فترة ما توظفوا، مكتب ايجار بالضرائب، طالما هذه الضرائب ايراداتها باليوم 500,000 او يصل الى مليون ربما، ليش ما يتم لهم اخذ مبنى مؤثث مرتب منظم؟ 60 موظف ولا 50 موظف، يعني هذا من ابناء البلد، وظفوهم يعني على اكتافهم وعلى عمرهم بتم بني البلد. فبالتالي عملية يعني قرقرة الموظف وكأنه يعني في دولة غير دولته، أو النظام اللي يحكمه كأنه نظام صعد من الشعب، ما يتوظف الواحد لا بعد ما يشيب رأسه، هذا كلام يجب أن يتوقف. اعطوا الناس يعني وظائفهم، اعطوهم رواتبهم وحسنوا الوضع وحتتحسن الإيرادات. أنت عندك 40% كمان بتجيك 60% من الإيرادات. شكرا جزيلا لكل من يعمل في بناء هذا الجانب، موضوع الضرائب وتوريد إيرادات الدولة من أجل أن يستقيم دولة النظام والقانون. مشاهد الكرام، نذهب نحن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدي الكرام. المحور الثاني أو الفقرة الثانية التي سوف نتحدث عنها هي الانتصارات الكبيرة التي يحققها جيش الشرعية والمقاومة الشعبية والمقاومة الجنوبية وكل من يريد أن يقاوم انتصارات كبيرة في جبهات مختلفة. حقيقة الفترة الأخيرة زمام المعركة أصبح واضح أنه بيد قوات التحالف والحكومة الشرعية والمقاومة، أصبحت تحرك أدوات اللعبة زي ما تريد. اليوم أو بالأمس حقيقة انطلقت عملية أو المرحلة الثانية من عملية قطع رأس الأفعى، وفي الموضوع حكمة، يعني المستهدف هو قطع رأس الأفعى، منطلق الحركة الحوثية في صعدة في كتاف وفي مران وفي باقم وفي هذه المناطق. تقدم كبير حصل في هذه المناطق، انهيار كبير حصل للميليشيا. هذا التقدم باتجاه محافظة صعدة مشاهدي الكرام له معاني وله مدلولات كبيرة، يعني هي تعتبر حصن الحصين للميليشيا الانقلابية صعدة، وما حد كان يفكر أنه حد يتقدم في صعدة حتى شبر واحد، لكن جيش الشرعية أسقط مجموعة من المدن وهناك في تقدم. العمليات تستهدف وتوصل إلى منطقة مران مديرة حيدان جنوب صعدة، في مناطق مختلفة عملية هذه رأس الأفعى انطلقت وباتت على مشارف مسقط رأس عبد الملك الحوثي في منطقة مران بمديرية حيدان، السيطرة على معسكر الكمب وسقوط الملاحيض في مديرية الظهر، وكذلك وصول تعزيزات عسكرية ضخمة. عندما تكون في تعزيزات عملية ضخمة هي اللي بتساند العمليات العسكرية، تابعة للشرعية والتحالف، بينها قوات سعودية وسودانية وخبراء عسكريين من التحالف للإسهام في حسم المعركة بأقل التكاليف.
انكشفت ادوات اللعب لدى الحوثيين، يعني بالبدايه اللي كنت انت بتنقزه بتكاليف اكثر ايام بدايه المعارك، الحين خلاص عرفت المنطقه، عرفت جغرافيتها، عرفت طريقتهم بالقتال، اعتمادهم على الالغام، اعتمادهم على القنص، الحين خلاص هذه كلها اصبحت يعني معمول حسابها لدى الجيش الوطني. عمليه انهيار كبيره حاصله في صفوف حركه انصار الله، عناصرهم يهربون الى حرف سفيان في عمران وحجه، وعدد من المناطق التابعة لهم طبعا سقطت وأصبحت مجموعة منها محاصرة بالكامل. بالمجمل هناك في تقدم كبير بالنسبة لموضوع صعدة، بالإضافة إلى هذا الانتصار له مدلول معنوي كبير بالنسبة للجيش الوطني وبالنسبة للحكومة الشرعية وبالنسبة للتحالف، وهي استراتيجية ذكية وخطيرة جدا ومهددة للحركة الحوثية أن يكون الحرب تنقل إلى داخل صعدة. يعني في فترة من فترات كان الناس يقولوا روحوا في صعدة، الحين الشرعية موجودة في صعدة، الناس بيقول لك الحوثيين ما مستحيل ما بينهزمون متمرسين، عندك جيش متمرس وعندك طيران وعندك دبابات وعندك كل شيء، خلاص نتواجه في صعدة. صعدة هي منطلق الصواريخ أو منطلق الحركة، منطلق هذا الفكر. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يكون معنا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبدو مجلي. مرحبا بك سيادة العميد، مساء الخير. مساء النوار، أهلا وسهلا بك يا أخي العميد، وشكرا للطاقم الإعلام في قناة عدن الفضائية ولضيوفك الكرام ايضا. شكرا لك، انتم رجال الميادين، لكم التحيه والتقدير انت وزملائك من افراد القوات المسلحه والجيش الوطني. البدايه سيدي الفاضل، ضعنا وضع المشاهد باخر المستجدات للمعارك والانتصارات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك مره اخرى، وشكرا ايضا للساده المشاهدين لقناة عدن الفضائية وهذا برنامج الحكومة المتميز والرائع. الانتصارات مستمرة وحاسمة، وخاصة في جبهات مهمة محافظة صنعاء، استطاع الجيش الوطني وباستناد من طيران التحالف العربي من تحرير سلسلة جبال الزلزال أقصى الشمال مديرية مهمة شرق العاصمة صنعاء، واستطاع الجيش الوطني أن ينفذ عمليات عسكرية ضد تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية وتكريدها خسائر كبيره في الارواح والمعدات، والسيطره الناريه على مواقع الميليشيات الانقلابيه الحوثيه في اتجاه الميسره، وكذلك السيطره الناريه على الخط الترابي القادم من محافظه الجوف، والذي كان يعتبر الشريان الاهم لانجاز الميليشيات الانقلابيه الحوثيه في غرب المنطقه التي تتواجد في غرب منطقه ضبوعه. واثرت تلك المعارك اخي عن تكريد الميليشيات الانقلابيه الحوثيه طيب. الخسائر الكبيرة في العتاد والمعدات والأسلحة المتوسطة والخفيفة، نعم، وتزامنت ذلك المعارك مع القصف المدفعي لقوات الجيش الوطني ضد تلك الميليشيات الانقلابية وأوكارها، وكذلك التعزيزات التي كانت تصل ابتداء إلى تلك المناطق، انتصارات أيضا في جبهة صرواح التي استطاع جيشنا الوطني أن يستعيد عددا من المواقع التي حاولت الميليشيات الانقلابيه التسلل الى تلك المواقع، وتم استدراج الميليشيات الانقلابيه الحوثيه، نعم، وكذلك بعض اسلحتهم في تلك الاماكن وتم تدميرها، واصبح جيشنا الوطني في تقدم مستمر. جميل. في جبهه صرواحه. طيب. والتعاون ايضا الكبير مع القاطنين في تلك المناطق من المواطنين الذين يعانون الظلم والجور من الميليشيات الانقلابيه. طيب سياده العميد، بالحديث عن صعده، يبدو انه يعني حان وقت قطع راس الافعى في تحرك بشكل عمليه ضغط قويه، يبدو انكم تمارسونها في صعده، ما الذي يحدث؟ فعلا في جبهه صعده الانتصارات حاسمه ومستمره، وخاصه في الجبهه الجديده في محافظة صعدة جبهة الظاهر، والذي استطاع الجيش الوطني وبالإسناد من الطيران المقاتل والأرقشي التابع لدول التحالف العربي الذي نشكرهم من خلال قناة عدن الفضائية وفي مقدمة الدولة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف. الانتصارات الحاسمة كانت أخي العزيز في مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة، وتمكن الجيش الوطني من استعادة عدد من المواقع حيث صم وابو عقال، والتقدم في المناحيض، وكذلك التقدم نحو جبل المطله. هذه هي صلاح الجيش الوطني
اصبحت عن مشارف في الوقت الاخير الواقع في مركز المديريه، كان هذا الجبهه برضه خاصه للميليشيات الانقلابيه، وبالاخص انها اقتربت من جبال مران الذي وعد الاخ الرئيس الجمهوريه بانه سيرفع علم الجمهوريه على جبال على جبال مران وباذن الله وباذن الله سيرتفع يحقق التقرب نحو جبال مران التي تبعد عن سوق الملاحيظ في المتر. طيب سيادة العميد، الحوثيين أو الحوثيون يناشدون القبائل أو يستدعون القبائل من أجل نجدتهم والوقوف معهم في صعدة، والسؤال من شقين: ما الذي بقي من رصيد مشرف تركها الحوثيين عند القبائل أولا؟ ثانيا، هل الحكومة الشرعية يعني حسب علمكم تمد علاقات وتواصل مع هذه القبائل؟ حقيقة كنت أود أستكمل بصورة سريعة وموجزة. الانتصارات أيضا يا أخي ما زالت مستمرة في جبهة رازع، في جبهة كتاب البقع، وكذلك أيضا في جبهة داخل التقدم بالسيطرة على الجبال من الجبال الحمراء، وكذلك جناح الصقر، والتقرب أيضا نحو قطع خط وطلب عن الميليشيا الانقلابية خشبان وأبواب الحديد. وفعلا كما ورثنا خلال سياق الحديث انها قطع راس الافعى، لكن سؤالك وجيه جدا: ماذا ابقت الميليشيات الانقلابيه بالقبائل؟ نقول اخي العزيز بالنسبه لقبائل صعدة اصبحت فعلا تكره الميليشيات الانقلابيه الحوثيه بصوره متكامله وبصوره كبيره نتيجه لما قامت به الميليشيات الانقلابيه الحوثيه التي حولت محافظه صعدة من جسيمين عديده الى سجن كبير، وارتفعت ايضا الجرائم التي تقوم بها الميليشيات الانقلابيه الحوثيه المنفذه للجنود الايرانيه ضد ابناء محافظه صعده بالكامل. محافظه صعده غالبيه سكانها يدينون بالولاء للشرعيه وللجيش الوطني، لكنهم اصبحوا مغلوبين على امرهم امام الضربات القويه وامام سلطه الحديد والنار التي تقوم بها الميليشيات الانقلابيه، والجرائم المستمره تجاه ابناء صعده تنوعت بين الاعتقالات والمطارده واختطاف الاطفال واستبداد العائلات بالقوه على تسليم اطفالهم والدفع بهم للجبهات، اضافه الى الاعتداء على الممتلكات والاموال تحت ما يسمونه تلك الميليشيات بمجهودهم الحربي. والسلطات المحليه بصوره مستمره تتلقى اتصالات قياده الجيش والدوله من قبل المواطنين ما تقوم به تلك الميليشيات الانقلابيه من جرائم في تلك المناطق الواقعه تحت سيطرتهم منذ سنين عديده، لكن نقول نحن كان الزاما على الجيش الوطني ومن ودول التحالف العربي ان ننتقل المواطنين من قرضه الميليشيات الانقلابيه وان ننتقل تلك المناطق بصوره سريعه حتى يتعدى بنا الحرس الصعدة وبنا شعبنا جميعا. شكرا لك، كانت الصورة وافية وكافية. البطل والقائد والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عبد المجلي، شكرا جزيلا لك. طيب الحديث مشاهد الكرام في تعليق بسيط رغم ضيق الوقت على موضوع المراهنة على القبائل، ايش بقيتوا الحوثيين ايش بقوا للقبائل؟ المشايخ القبائل اللي لطمتوه واللي قتلتوه واللي دخلتوه السجن واللي سلبتوه الجنبيه واللي سلبتوه العمامة واللي شمتوه به واللي هدمتوا بيته واللي هرب نفيتوه واللي قتلتوا عياله، ايش بقيتوا للمشايخ والقبائل على اساس انكم تناشدون القبائل؟ ما عاد بقي حاجة. الجانب الآخر، الحكومة الشرعية أتمنى أن تكون هناك في ترتيبات مع القبائل. المناطق المحررة هي نموذج، البعض يظن أنها المسألة مسألة خدمات، المسألة مسألة كرامة، مسألة سيادة، مسألة عيش، مسألة حرية، مسألة وطن. خدمات حتجي إذا في تعثر بالخدمات، لكن الوضع اللي موجود في ظل الميليشيا الانقلابية هو مسح كامل وإعدام لعملية الكرامة والسيادة والحياة والعيش، يعني مرحلة العبودية. الناس تتحرر وتستقل وتكون سيد نفسك، بعدين الخدمات بتجي، كل شيء بيجي. مشاهد الكرام، نذهب نحن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود.
أهلا بكم مشاهدي الكرام. المحور الأخير في حلقتنا لهذه الليلة من برنامج الوطن ينتصر سوف نتحدث عنه أو نتحدث فيه عن النشاط الناجح والناجز والموفق الذي يقوم فيه وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك وكل وزارة الأشغال. في تحرك كبير وتحرك نشط وتحرك مركز ومحوري تؤديه هذه الوزارة من خلال ما نتابعه نحن هنا من رصد إعلامي عبر الأخبار والتقارير والمتابعات من تحرك للوزير وبكل بساطة وبخفة وهدوء في المطار، في الميناء، في طريق لحج الضالع، في طرقات داخل عدن، في ترميم المدارس، في ترميم المدارس بلحج على حساب الدولة. الدكتور يتحرك بنفسه، تلاقيه موجود راح إلين طريق الضالع، نغير ربط بالضالع، هو والمحافظ التركي قبل يمكن شهر. هذا الموضوع موضوع مهم، يعني نحن نشيد بتحركات الوزير، لكن برضه الجانب الإيجابي الآخر هو الاهتمام بعصب الحياة بالطرقات، ترميم الميناء، المباني هذه اللي أمامكم الوزير موجود فيها وترميم منشآت الميناء، الوزير أمامكم بالصورة يتفقد الأعمال وجودة الأعمال، وبالتالي هكذا الحياة تعود، وهذه هي منشآت الدولة يتم بناءها بهذه الطريقة. عندما يكون الوضع في استقرار وفي هدوء يتحرك الوزير، يتحرك المهندس، يتحرك الكاتب، يتحرك الصحفي، وزير الأشغال يتحرك، وزير الرياضة يتحرك، وزير الصناعة يتحرك، بتعود الصناعة والتجارة لما في هدوء وفي جو مناسب. رغم كل هذه الظروف اللي هي شوية فيها شوية صعوبة، لكن وزارة الأشغال حقيقة لها التحية والتقدير على هذا الجهد الذي يقومون فيه في الميناء، في ترميم المطار، في ترميم المدارس، ترميم الجامعة، ترميم طريق لحج عدن، الخط البحري شقالين فيه، طرق داخل المعلة، داخل المدن في عدن، طرق خارج المحافظة. يعني بتشعر ان احنا في مرحلة الدولة، حتى المشهد يوريك انه الوضع طبيعي جدا، الوزير يتحرك بكل أريحية، معه يمكن حارس واحد او ما عنده حارس بلبسه البسيط. هؤلاء الوزراء الذين نوجه لهم التحية والتقدير، وبهؤلاء الرجال ينبني الوطن. نحن نريد وزراء من هذا النوع. يعني أنا الدكتور معين عبد الملك ما شفته يوم طلع بأي قناة إعلامية، وأنا أقدم له الدعوة أن يكون لي الشرف بأن يكون ضيف عندي في برنامج الوطن ينتصر. ما يفكر بالإعلام، يشتغل، لأنه عارف أنها وزارة محورية، وزارة مهمة. البلد تهدمت فيها كل الطرقات، وشريان الحياة معتمد على الطرقات وعلى الأشغال العامة. فهناك في عملية سير بهذه المسألة، البلد كلها محتاجة للطرقات. وأنا هنا في المناسبة أتمنى من معالي الوزير أن تصل رسالتي، طريق الوديعة مأرب، أتمنى أن لا يغيب عن اهتماماتكم يا معالي الوزير، حبا في هذا الوطن وحبا للمغتربين. وهذا الطريق طريق رابط بين منفذ الوديعة والخط الدولي وبين أربع محافظات نفطية، مأرب والجوف شبوة وحضرموت. أتمنى أن يكون في عهدك، وأتمنى أن عهدك يطول في هذه الوزارة، وأنت بإذن الله إلى الأقدم أو إلى 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 قدام وإلى الأمام، أن يكون في عهدك إصلاح وترميم طريق الوديعة مأرب. في هذا الموضوع موضوع مهم، بالإضافة إلى ما تقومون فيه من أعمال، هي أعمال مشرفة وأعمال إيجابية. هذه هي المباني التي تزورونها في عدن وكذلك في لاحق وفي كل المناطق. نتمنى من كل رجال الدولة أن يحذو حذو هذا الوزير في مجموعة كبيرة، يعني أغلب الوزراء حقيقة لهم شغل مشرف يعني، ولكن نحن مش بصدد أنه نذكر فلان وفلان فلان، لكن هذا الوزير أعتقد نحن قصرنا معه من ناحية إعلامية حقيقة. لكن بإذن الله نحن سوف نسلط الأضواء حول جهود وزارة الأشغال العامة والطرق، وسنسلط الأضواء مع كل من يبذل جهد يعني وفق الإمكانيات التي متاحة لنا، ويقدم يعني شيئا من أجل إرساد عائم الدولة. الناس تشتي دولة، والدولة هي يعني موضوع معنوي لها تكتل خاص غير الأفراد، غير الشعب، غير السكان. دولة هي منشآت، هي مؤسسات، هي هيئات، هي مصادر، موارد، تعاهدات، تعاملات مالية مع البنوك الخارجية، تعاهدات، علاقات دبلوماسية. هذه هي الدولة اللي نريدها. وأهم عنصر في عناصر الدولة هو الاقتصاد، وأهم عنصر في الاقتصاد هي الطرقات والمنشآت. ف
فنتمنى التوفيق لمعالي الوزير، ونتمنى التوفيق للقائمين بالعمل في محافظة عدن ولكل الوزراء ولكل من يسعى من أجل أن يقدم خدمة إيجابية لهذا الوطن. هذه هي أبرز المحاور التي تحدثنا فيها. في محور يعني مراسلات كثيرة وصلتني حول موضوع فيلا في عدن، شخص أجر لشخص وأنه احتلها، ولكن أنا أعتذر أشد الاعتذار من الأخوة اللي أكثر من 50 شخص رسلوا المقطع، وفي شخص من شبوه يدعي أن في أحد رجال القضاء سطى على فيلته في عدن، لكن نحن في حقيقة الأمر في الإعلام نلزم حدودنا، قضية موجودة في القضاء نحن بكل صراحة لا نستطيع أن نتكلم فيها احتراما منا للقضاء واحتراما منا للقانون وللنيابات. فطالما أي قضية موجودة في القضاء يظلم أو ينصف هو القضاء، لكن إذا كان القضية ما زالت في الأمن ولا في بعيد ممكن كان نحن نتناول الموضوع ونعرض الفيديوهات سواء من هذا أو من هذا، لكن قضية موجودة في القضاء نحن نحترم القضاء ولا نستطيع أن نعبر فيها ولو بكلمة واحدة. مشاهد الكرام، أبرز المحاور التي تحدثنا عنها في حلقتنا لهذه الليلة هي لقاء نائب رئيس الوزراء مع مسؤول الضرائب، وتحدثنا مع أنيس درويش مدير مكتب الضرائب في عدن حول أهمية الضرائب والمشاكل اللي يعانونها هناك، ولكن في أمور إيجابية تصير على أرض الواقع ونتمنى لهم التوفيق. المحور الثاني تحدثنا عن الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني في كل المحاور وعملية الضغط نحو انطلاق المرحلة الثانية من قطع رأس الأفعى وتحقيق ما قال فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي سنرفع العلم الجمهوري على جبال مران. المحور الثالث كان النشاط المشرف والرائع لوزارة الأشغال بقيادة الوزير الرائع دكتور معين عبد الملك من إنجازات وعمل يتحقق في ظل هذه الظروف الصعبة، وبإذن الله لو هيئنا أنفسنا لظروف أفضل وأجمل سيكون أداء هذا الوزير وكل الوزراء والحكومة إلى الأفضل وإلى الأحسن. هذه هي أبرز المحاور الذي تناقشناها معكم في حلقتنا من برنامج الوطن ينتصر لهذه الليلة، ودائما نقول بالله ثم بكم ينتصر الوطن. إلى اللقاء.